لقطة الختام هذه نوجهها لطبيبين من فرسان الصحة. لكل أزمة فرسان ولكل شدة أبطال. فما أن ألقت هذه الجائحة بظلالها على البشرية حتى انبرأ أصحاب القمصان البيض وواجهوا هذا الوباء وخاضوا معركة البقاء للحفاظ على أرواح البشرية. برغم خطورة الموقف وألم الابتعاد والخوف الذين أو الذي عاشوه على ذويهم وأسرهم، كانوا ولا يزالون طوق النجاة الذي نهض بالكثير من فوق سرير المرض بعنايتهم ومتابعتهم. اليوم يودع هؤلاء الأبطال جنديان من جنود هذه الأزمة، وهما الدكتور محمد الفكي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور نعيم الشودري الطبيب بمستشفى حراء بمكة المكرمة. لعائلتهما وذويهما نقول رحمهما الله، وكلنا مدينون لهما ولكل الكوادر الصحية بهذه الأزمة.